How to draw a circle. احنا خدنا اللاينز او اللاين سيجمنتس اللي موجودة في السيركل، يا اما radius وقلنا the line or the length between or the distance between the center of the circle and any point on the circle اسمه radius، وقلنا this point اسمها the center of the circle، وقلنا radius لو عندي two radius يبقى اسمهم diameter، قلنا diameter equal to times radius. واتكلمنا كمان عن الكورد، وقلنا الكورد هو any point joined between any line segment joined between two points on the circle. طيب دلوقتي how to draw the circle، نرسم السيركل ازاي. هنا بيقول لي draw a circle in of a radius length 4 centimeters. نرسم circle radius length بتاعها، طول الradius بتاعها 4 centimeters. هنعمل ايه؟ هنجيب الكمبس والرولر ونقف بالشارب بتاع الكمبس عند الزيرو بتاع الرولر. طيب والناحية التانية بتاعة البن نوصلها عند الفور سنتيمترز. اشمعنا الفور؟ هو طالب الراديوس يكون فور سنتيمترز، يبقى هنقف بالشارب this part، نقف بيه عند الزيرو، ونتحكم بقى في اللينس بتاع الراديوس بالناحية التانية. لو قال لي الراديوس 6 سنتيمترز هنفتح البن لـ6، لو قال لي 7 هنوصله عند الـ7. طب هو بيقول لي 4، يبقى هنوصل البن البنسل سوري للـ4 سنتيمترز. هنعمل كده، يبقى اللينس ده كده 4 سنتيمترز، كأني قايسة بالرولر 4 سنتيمترز. ونعمل ايه؟ نيجي في أي حتة كده نحط الشارب بتاع الكمبس، نثبته كويس ونلف السيركل بتاعتنا. كده we draw a circle. بصوا بقى البوينت اللي احنا عاملينها بالشارب بتاع الكمبس ده، البوينت دي كده اللي احنا بنلف حواليها السيركل، هي دي السنتر. البوينت دي هي دي السنتر بتاع السيركل. اسمها ايه؟ هو قال لي سيركل ان، يبقى لازم اجي عند البوينت دي واكتب ان، وقال لي ان الراديوس 4 سنتيمترز. تعالوا نعمل جوين كده between this point اللي هي الزيرو طبعا بالبنسل واللاين اللي على السيركل كده، هنلاقيهم ونكتب عليها 4 سنتيمتر. كده هو الار، كده we draw the circle. سهل جدا. draw a circle m، يبقى اسم السيركل بتاعتنا m of radius length، طول الراديوس بتاعها 2.5 سنتيمتر. دي اول حاجة. يبقى هنرسم، هنيجي بالرولر برضو والكمبس، نقف بالشارب عند الزيرو وبالبنسل عند 2.5 اللي هي في النص between 2 and 3، كده 2.5 سنتيمترز. ونرسم السيركل. لازم نثبت عند نفس البوينت بتاعتنا، يعني ما ينفعش اتحرك عنها، عشان كده بقول الشارب ده لازم نثبته كويس الاول قبل ما نبتدي نلف الكمبس بتاعنا. كده we draw the circle. طيب ايه تاني؟ طالب draw the diameter. draw the diameter AB، يبقى احنا هنيجي الاول هنا عند البوينت بتاعت السيركل ونقول اسمها. كانت البوينت دي اسمها ايه؟ بوينت M. هنيجي عند البوينت دي كده ونكتب M. draw the diameter AB. خلاص احنا هنرسم الاول الراديوس اللي هو 2.5 لحد هنا. طب الديامتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2R، 2 times R، 2 من الراديوس. يبقى وانا على نفس اللاين اللي وصلت بيه من البوينت بتاع السيركل للسنتر بتاع السيركل، هكمل لحد اخر السيركل من الناحية التانية. يبقى احنا كده رسمنا الديامتر. الديامتر اسمه ايه؟ اسمه AB. طب مين يقول لي بقى اللينث بتاع الديامتر equal what من غير ما اقيسه بالرولر؟ انا عندي MB اللي هو الراديوس، قايل لي هو فوق ان هو 2.5 سنتيمترز. يبقى الديامتر equal ايه؟ equal 2 times 2.5.
اللي هو هيطلع 5 سنتيمتر. يبقى أنا جبت الديامتر أو الديامتر length equal 5 سنتيمتر. وبعد كده بيقول لي draw the chord AC of length 3 سنتيمتر. عايزني أرسم كورد. إيه هو الكورد؟ line segment يعني join between any two points on the circle. any two points وخلاص هو محددهولي AC. يبقى لازم أخلي point A دي واحدة من points بتاعته. طيب عايز length بتاعه يكون 3 سنتيمتر. هقف بالرولر هنا عند الزيرو وحاول أوصل أي point على السيركل دي بالثري بتاعة الرولر. يبقى هفضل أتحرك بالرولر وأنا عند الزيرو بتاع الرولر لحد ما أوصل لنمبر 3 يكون point على السيركل وحددها كده وأعمل join أوصلهم ببعض ونقول this line اسمه AC. AC ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكورد. طب اللينث بتاعه قد ايه؟ 3 سنتيمتر. يبقى نكتب عليه 3 سنتيمتر. وبعدين then draw the chord CB. وبعد كده طالب مني اني اوصل او ارسم الكورد CB. طبعا لازم الدروينج بتاعي يبقى كله بالبنسل. CB. انا كده وصلتهم ببعض رسمت سي بي. بيقول لي بقى find without measuring من غير قياس من غير ما اقيس بالرولر the length of AB. احنا جبناه خلاص اللي هو الديامتر. هنجيب الاي بي ازاي؟ انا عندي ام بي 2.5 سنتيمتر. يبقى ام اي كمان مهورديس برضو 2.5. يبقى اي بي 2.5 times 2 equal 5 سنتيمتر. Then find by measuring بالقياس بقى بالرولر find the length of CB. يبقى هنيجي عند CB نعمل له measuring هنقيسه. نقف عند الزيرو عند البي او عند السي مش مشكلة لحد ما نوصل عند point C هنلاقيها 4 centimeters. يبقى هنقول CB equal 4 centimeters او نكتب the length of CB equal the length of CB equal 4 centimeters. طيب ايه تاني؟ طالب مني the measure of angle BCA. هنيجي عند angle BCA ونعمل لها measure. هنقيسها بالبروتراكتور. للأسف معيش بروتراكتور دلوقتي. اهي كويس بروتراكتور. هنقف عند السنتر بتاع السيركل بتاع الانجل اللي هو C. يبقى هنروح عند point C ونقف عند السنتر بتاع البروتراكتور. نقف كده والزيرو بتاعي من ناحية البي. هنقيس النمبرز النمبرز اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق عشان الزيرو بتاعي من ناحية البي. هنلاقيها without measuring يعني من غير ما نلف ولا حاجة هي طلعت ايه؟ 90 سنتيمتر. يبقى دي right angle equal the measure of angles BCA equal 90 degree اللي هي right angle. لو طلب مني يعني what is the type of this angle هنقول له right angle.